9/9/2016 was no ordinary day in America. The sun did not rise that day. ذلك اليوم أكبر عملية عصيان وشغب في تاريخ سجون أمريكا بأكملها. 6/6/2016 وكان يصادف يوم الجمعة. وشرفني أنا أكون موجود للأسف. كنت في سجن اسمه مايو. واتفقوا جميع سجناء أمريكا وبالأخص كبار رؤساء العصابات والجماعات الدينية أن يعملون عصيان كامل وشامل وشغب عام في ذلك اليوم. أوكي البحر، إيش المناسبة؟ المناسبة ذكرى 45 سنة على شغب سجن اسمه أتيكا 1971. هذا سجن أتيكا موجود في شمال أمريكا. 1971 السجن هذا كان يعتبر نوتوريوس من أشد وأعنف سجون أمريكا، كمساجين وكسجانة وكأمور السجن. يعني على سبيل المثال المياه غير صالحة للشرب، عزكم الله الحمامات لا تعمل، ووظائف بالإرغام، يا تعمل يا أن نقطك انفرادي ومقابل لا شيء. فكانت الحالة متدنية للآخر. نعم في الولايات المتحدة الأمريكية 1971. فقرر مساجين أتيكا أنه يعملوا sit down معناتها مش شغب، معناتها مش ثورة على إدارة السجن. sit down مو معناتها عصيان، sit down معناتها we are just going to sit down. يوم تدون يلا ركبوا الباصات روحوا اشتغلوا، راح نقول لا راح نقعد على أسرتنا ما راح نتحرك. sit down. ولكن sit down هذا ما عجب السجانة، والسجانة جو و they put down on that sit down، حطوا على المساجين وقالوا غصب طيب لازم يتحركون. ولكن للأسف السجانة نفسهم أنفسهم ما كان عندهم القوة الكافية لردع ثورة المساجين اللي بالنهاية طفح الكيل عندهم. احنا ترى ما نبي الشر، احنا فقط قررنا ان نجلس في ذلك اليوم وما نتحرك. ذبحتونا، شغلتونا مقابل لا nothing، على الاقل اعطونا اجور ولا شيء. لذلك طبعا الكلام هذا 1971، فبسبب استهتار ورعونة السجانة تحولت الحبة إلى أبة، من مجرد جلوس وعدم عمل في ذلك اليوم إلى ثورة بأكملها في داخل سجن أتيكا 1971. تخيل يعني عندك 2000 سجين ضد 50 سجان، يعني things went out of control. Things got out of control. فجأة بقدرة قادر المساجين احكموا السجن. بدأت معركة بين سجان ومسجون. السجان حط ايده على المسجون، اي كم هير، فالمسجون يعني تلقائيا عطاه بوم بوم بوم، طاح على الارض السجان. يوم طاح على الارض استقوى المساجين الاخرين يا مان، وقاموا يركلون بالارجل شوي، والسجان هناك شوي السجان، before you know it السجانة كلهم على الأرض
والمساجين فوقهم. طبعا ما كان هذا القرار، ما كانت هذه الخطة، الخطة كانت sit down. فرجال الدين زعماء العصابات والآخرين اللي اتفقوا على sit down مسكوا الناس قالوا hey, hold on, hold on, don't do it like this. والكلام كان في ساحة الملاعب خارج العنابر، أخذوا السجانة وحطوهم في ملعب كرة السلة، ولحماية السجانة، لحماية السجانة من بطش بعض المساجين، الرجال العصابة الزعماء مع رجال الدين مسلمين وغيرهم عملوا دائرة بشرية كدرع بشري خارجي يطوق السجانة داخل، كل واحد ذراع بذراع كتف بكتف، وسووا دائرة كاملة على أساس أن المساجين البطشاء ما يبطشون فيها السجانة كحماية لهم لعدم لمنع الانتقام. يعني بعض السجانة ماتوا، يقولون كانوا يستحلون الموت لأن كانوا بايعينها وكانوا يعني فعلا ظالمين المساجين، ولكن البعضين الآخرين حطوهم في نص الدائرة هذه لحمايتهم. 1971 سجن آتيكا، هذه الذكرى. طبعا الشرطة جو من برا، أقسام البوليس، قوات خاصة وآخرين، AK-47 M-16 بوش ماستر AR-15 you name it، جميع أنواع الأسلحة والذخيرة الحية، الذخيرة الحية التي تقتل، الذخيرة الفتاكة. وطبعا تشوفوا برا أشباك السجن سيارات الشرطة مدرعات، والله أعلم دبابة دبابتين نزلوها من الحرس، حرس الأمن الدولة في أمريكا الناشنال جارد. وإيش مطالبكم؟ إيش مطالبكم؟ قال إحنا ما عندنا مطالب، إحنا مطالبنا نبيكم تعاملونا كبشر، أنتم ترى دايسين على رأسنا ونبيكم بس تعاملونا كبشر، لما تشغلونا عطونا معاش، خلونا عدد ساعات معينة، عطونا نرتاح، عطونا ماء عذب نقدر نشرب، عطونا عزكم الله حمامات، نبي نعيش صح مساجين ولكن عندنا شوية كرامة، مسحتوا فينا الأرض. مختار المنطقة رئيس السجن ورئيس أقسام الشرطة ورئيس الـ FBI ومش عارف ما أدري شنو قالوا على قدتنا، وعندكم مجرد ساعات أن تطلقون صراح الهاستجز الرهائن اللي عندكم في نص الدائرة، وإلا راح نقتحم وقد أعذر من أنذر. وفعلا بعد ساعات قليلة في سجن آتيكا تم الاقتحام، ودخل فوق 1600 مقتحم، شرطة خارجية، حرس وطني، قوات خاصة، رجال الـ FBI، شرطة البوليس، حتى متطوعين من الناس المدنيين، كل واحد جاب معاه سلاحه ودخل السجن، وقاموا يحقطون المساجين ويرمونهم وكأنهم في صيد أرانب، رحلة برية صيدون الدحاريج قنص. للأسف مات فوق 600 مسجون، ما كلهم كانوا قتالين قتلة، بعضهم كانت جرائم بسيطة يسمونهم جرائم بيضاء، مش كلهم ريبست وميردرر وذباح وهاستجز، بعضهم راحوا بشربة مية. 600 ميت الله أعلم، وجميع السجانة اللي كانوا هاستجز اللي كانوا رهناء رهائن ماتوا كذلك، ماتوا بطلقات الذخيرة الحية. طبعا يوم نزل الغبار والناس استعلمت 50 مسجون سجان، 50 سجان كان رهينة كلهم ماتوا، حطوا القضايا هذه ضد المساجين، قال أنتم ذبحتوهم، مع أن التقرير الطبي الشرعي يقول أن ماتوا بطلقات رصاص، وأن هالسجان المساجين ما عندهم رصاص، ما عندهم أسلحة. وكل واحد منهم عطوا لايف سنتنس، مؤبد مرة ثانية، مؤبد ثالث، وهكذا لموت 50 واحد، فوق 800 واحد، 800 مسجون، 600 ماتوا،
وباع 600-700، اعطوهم تهم جديده قتل. اتيكا 1971، احنا الحين 2016، 9/9/2016، 45 سنه. اتفق مساجين امريكا باكملها، الرؤساء زعماء العصابات، زعماء الطوائف الدينيه كالمسلمين واخرين، ان يعملون ذكرى سنويه بمناسبه 45 سنه مرور على سجن اتيكا واحداث اتيكا. اوكي، وش تبون؟ احنا عندنا مطالب، احنا نبي تحسين ظروف السجن، نبي مياه عذبة. نعم، سجن امريكا 2016 ما زلنا نشرب ماء غير صالح للشرب، خاصة يوم كنا في مايو سي اي، الماء يجيك لونه اصفر وكأنه ايس تي. انا اول مرة شفت الماء فعلا كان عبالي ايس تي، حتى اني كنت اي جوك وذ ماي فريند، قلت له ما بدي شاي، بدي ماي. يقول عمي هذا الماء اصفر برتقالي، انا على بالي شاي ليبتون. اول شيء ان الماء عندنا في شيء اسمه ايكولاي، الاي بي اي، الاي بي اي، ودراسات عملوها قنوات امريكيه مثل السي ان ان، وجدوا ان في الماء اللي عندنا اللي في مايو سي اي شمال سجن شمال فلوريدا، الماء اللي فيه في ايكولاي، والايكولاي نتيجه اختلاط الماء ببراز الحيوانات والبشر. نعم، شربونا ماء خليط مع براز البشر والحيوانات والقطط واخرين. فمطالب المساجين في 2016 ان خفوا علينا شوي، مرمرتوا فينا الارض، اعطونا ماء عذب للشرب، اعطونا عدد ساعات معينه، ادفعوا اجور تشغيلنا. السنتس القضيه، القضاء يوم قال روح 15 سنه سجن، مش نفس مصر ولا غيرها مع الاشغال الشائعه، ما كان في هيك، كان في روح سجن وخلاص. تشغلني داخل السجن، اوكي عطني على الاقل شيء، عطني give me something to eat. فهذه كانت احدى المطالب في 2016. اوكي يا البحري، الناس ما عندها تليفونات، ما عندها سوشيال ميديا، ما عندها اكسس للجرائد، كيف تم التواصل بين المساجين للاتفاق على ذلك اليوم؟ ان ذلك اليوم 9/9/2016 يكون ساعه الصفر. المثل الامريكي يقول لك نيوز ترافل فاست، الاخبار والمعلومات تتنقل بسرعه فائقه، والله وكأنها نيران كاليفورنيا، المعلومة تروح من عنبر لعنبر، من عنبر إلى عنبر، من عنبر إلى عنبر، من سجن إلى آخر، من منتجع إلى آخر. عدة أيام إحنا عرفنا، وجميع مساجين أمريكا، لأن المسألة ما كانت مقتصرة على فلوريدا، كانت على جميع مستوى ولايات أمريكا. ما في سجن في ولايات أمريكا بأجمعها الخمسين إلا وحصل فيها شغب ذلك اليوم 9/9/2016، سواء كان انفرادي أو منتجع عام. المعلومة انتشرت بسرعة فائقة. طبعا العالم تبي المطالب، وفي عالم لأنها زهقانة، مسجون صار له 20 سنة متملل، يا يا عمي أنا ما عندي مطالب ولكن أنا مليت صراحة، give me anything let me go، أنا أدور المشاكل، أعطني بس الفرصة. في ناس كانت كذا، يعني انا تواجهت ناس قال انا عمي انا مو مهم عندي، انا بس متملل من هالعيشه هذه، وشوف لي سم اكشن، ابي حياه اثاره، ابي حياه اكشن، ابي حياه فيها وكاني في فيلم. وفعلا انا كنت في عنبر، وصلتنا المعلومه ان يوم 9/9 راح يصير العصيان باكمله. فالسؤال الذي طرح، طبعا احنا كنا في عنبر 86 سرير، 86 سرير، السؤال طرح، طبعا جو السجانة وعدوا وقت التعداد، لازم كل سجين يكون على السرير ماله، يقعد السجانة تعد هيد كاونت 1 2 3 4 5، يتأكدون ان الجميع موجود عندهم الكشوفات ويمشون.
نص ساعة تقعد بعدين تسمع بالميكروفونات clear count clear count معناته انتهى العد ويلا كل واحد يقدر يتحرك. فعرفنا انه راح يصير sit down يوم 9/9 الكلام قبلها باسبوع 9/9 sit down. ففي اثناء التعداد اول ما عدت الشرطة الحين السؤال كالتالي وحدث السؤال هذا وقع السؤال هذا في كل عنبر وفي كل جناح في عنبر. يوقف واحد من زعماء القاعدة سواء كان رئيس عصابة أو رئيس طائفة دينية كالمسلمين أو الهيبرو إزرائيلايت أو اليهوه بن يهوه أو الهيبرو كريستالايت يوقف يقول أوكي سرير رقم واحد مع يسألك يقطك يحطك في وجه المدفع أساس المساجين الآخرين يعرفون إيش نيتك. سرير رقم واحد مع أو ضد العصيان 9/9 عاد أنت فكك لنفسك إذا قلت أنا ضد ورجي سي مو هو الآخرين يسبونك ويطردونك برا. ما نبي إحنا رخامات عندنا ما نبي عيال عندنا. واحد ورا الثاني بانك وان ورجي سي Yeah man, I'm down with it, no problem. أنا معاكم. Bank 2, what about you? You with or against? أنت معه ولا ضد العصيان? I'm with it, no problem. ما بده بالمشاكل. Bank 3, معه ولا ضد العصيان? يحطك في... وإذا قلت خلونا نفكر يا جماعة الناس طلعت أسلحة وقال Don't take too much time. فكر بسرعة حبيبي. خلصنا ولازم تجيب الإجابة الصحيحة والإجابة الصحيحة هي أنا معه. حتى الناس اللي ما كانت معه اضطرت أن تكون معه وإلا بانك فايف بانك سيس وهكذا 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 وهكذا. اللي قال أنا مش معه طردوه برا العنبر وهو طالع طبعا عطوه واحدة ثنتين ثلاثة على الظهر والرقبة لين يطلع. اللي بعده معه ولا ضد معه ولا بع وهكذا. بقدرة قادر 86 يعني 86 رأي 86 رجل بالنهاية القرار واحد أنا معه 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 معه. والسبب خوف من السلاح يا معود أنا معاكم ويصير خير مع الخيل يا شقرة حزتها حزت الحزة أدبر نفسي بس الآن أنا ما أقدر أكون في وجه المدفع. يعني واحد مرة من طبعا كان مسلم هو لكن كان عضو في عصابة من دومينيكان ريبوبليك يسمونه كاربو الأقرع طلع السكينة وقف في نص العنبر قال سبتمبر 9/9 بكرة اللي أشوفه بكرة على سريره مو داخل مع العصيان معانا مش مشترك في الشغب اللي عندنا راح أعطيه بالسكين. يهددك يقول انت بكره الصبح يوم خلاص ساعه الصفر والكل لازم الحين يتحرك ويحذف ويطق اذا انت قاعد على سريرك ما سويت مثلنا بجيك بالسكين وهكذا. وفعلا 9/9 صباحا حدث ثاني يوم 4 الفجر السجانه جت شغلوا الليتات الفلوريسنت لايت تطفى من 11 مساء الى 4 الفجر تفتح 4 الفجر لايتس اون السجانه جت راحت حق المساجين اللي يشتغلون في المطاعم في المطابخ اي يو جو تو ورك يلا البس البدل ميري وديك الشغل. احنا طباخين في السجون مساجين اللي على راسهم سوبرفايزرز ناس مدنيين من الخارج سوبرفايزر ولكن الطباخين كلهم مساجين. فجت الشرطة اي يو 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 يلا 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 get ready وكلهم لازم تلبس البدل الميري طالعوا عشان يقولوا له not today today is my day off. كلهم قالوا اليوم عطلة عندنا اليوم عندنا عيد ما في مشاركة. واحد كان متردد وقف قال انا اروح طبعا اذا قلت لا يعني المفروض يعطونك تقرير تاديبي ومشاكل.
فواحد خاف من التقرير التأديبي قال أنا أروح ولكن إذا أبناء قريبين the only guy go ما لا تخلوني أنا بس الوحيد أروح تدري تصير عندي مشكلة. ولكن أنا طبعا الباقي مساجين الآخرين كل واحد حط إيده على السكينة مالته وعطوه معناته أقعد على سريرك وبلع العافية. الظاهر أنت نسيت اللي اتفقنا عليه أمس. وفعلا يا الربع ساعة الصفر الرابعة صباحا عصيان كامل في مايو سي آي المكان اللي أنا كنت فيه. اتضح لنا لاحقا أن العصيان كان موجود في جميع سجون أمريكا دون استثناء. فلوريدا فيها 150 سجن تابع للولاية وفيها 6-7 سجون تابعة للفلوريدا الحكومة الفيدرالية وفيها سجون أحداث. فلوريدا ألون فلوريدا وحدها فيها فوق 200 سجن جميعهم أضربوا ذاك اليوم جميعهم راحوا عصيان وشغب. هذه فلوريدا ألون. بعض الولايات فيها 40 سجن يعني كاليفورنيا فيها 200 سجن إيزي تكساس فيها 100-150 سجن إيزي. تخيلوا مئات بل آلاف من السجون في جميع أنحاء أمريكا الولايات المتحدة راحوا في إضراب عام شغب عام وعصيان عام. بس كان موجود تعتيم إعلامي كامل على الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن الشعب ما يخاف ما يشوف لها أنه في الموضوع أنه السجن اللي جنبك على نار بنار on fire وانت ما تدري. انا اكلمكم عن مايو سي اي انا موجود في مايو سي اي. جت السجانة طبعا عندهم فرق هم زي ما احنا عارفين ان 9-9 راح يصير في عندنا عصيان السجانة عندهم خبر ان 9-9 راح يصير في عصيان فهم عادين العدة وزهبين العدة. عندهم قوات خاصة اسمها RRT Rapid Respond Team وعندهم قوات أخرى اسمها يعني يتبعون إلى سجن معين اسمه FSP كلهم قتالين قتلة كلهم يعني Cold Blooded Murderers يلبسون الطاقم الأسود بأسود والهلمت والAR-15 يعني جاهزين زي القوات الخاصة اللي عندنا متدربين على crowd control, riot control, shoot and kill, everything. وعلى هالحالة بدأ العصيان عندنا في مايو سي آي الانفرادي المساجين بالانفرادي حتى المساجين بالانفرادي كلهم شاركوا بالعصيان. طبعا شلون شاركوا وهم اوريدي في انفرادي ضرب بالبيبان يركلون بالبيبان بأرجلهم وأقدامهم با 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 با. لك أن تتخيل كل عنبر في 100 سجين بالانفرادي وكلهم يبدلون شفتات على البيبان ويضربون في البيبان ساعة ساعتين ثلاث يريحون شوي يبرشون مرة ثانية وضرب في البيبان با 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 با. والشرطة والسجانة هلع والله اني ما شفت سجانة وشرطة بالخوف بأعينهم نفس ما شفته في ذاك اليوم. خافوا والله العظيم والخوف في أعينهم والله العظيم وكأنهم القطط اللي واقفة في نص الشارع والسيارة about to run over it. أنا كنت في عمر اسمه إي. إحنا جاء الظهر قلنا خلاص إحنا طبعًا ما رحنا لا غدا ولا إفطار ولا شيء العصيان كامل حتى اللي كان يبي يروح ما كان يقدر يروح خايف من المساجين يطعنونه. أنت معانا غصب طيب أنت معانا في العصيان غصب طيب. فجاء وقت الظهر بعضنا قمض عينه قال خلا قيل شوي تيك الناب ولا بعض أفراد عصابة الأمسرتي وبعض أفراد عصابة البلد جمعوا الملابس وجمعوا الجرايد وجمعوا الكتب وحطوها في عندنا احنا مثل عربانة كبيرة حق اللاندري ملابس المغسلة حطوا الأغراض هذه فوقها وشبوا النار. ويا غافل الكرة اللي نايم نايم فجأة ولا العنبر بأكمله دخان أسود فجأة ولا السقف كاتش فايرز فجأة ولا النار في المبنى فجأة يعني الحين إحنا في العنبر
اذا ما متنا من عن طريق طلقات الذخيره الحيه راح نموت من الحرائق من الحريقه نفسها. ولك ان تتخيل يعني احنا تمنينا ان طبعا البيبان مقفله، انت عندك الباب ما يفتح الا من قبل السجانه، انت في سجن مش في حديقه رميثيه. وطبعا ربع الاف اس بي رابيد ريسبوند تي جو وتشوف من الشباك كل 20 30 واحد يمشوك مربع رانن، وكل واحد معاه الرايفل اللي هو مع الليزر. ودخلوا علينا وشافوا الدنيا حريقه ودخان اسود واحنا قاعدين كحكح، يعني احنا كنا بنموت من شده الدخان، يعني ثاني اكسيد الكربون ذبحنا. نصنا طبعا رفع، النص الثاني نايم على فراشه كاد الموت. ودخلوا علينا النص معاهم اسلحه كذي يقول لك get down on your stomach، والنصف الاخر منهم عندهم الزب تاي وربطونا في داخل العنبر. وبعدين يسحبوا واحد واحد، يسحبون السحب كما تسحب الذبيحه الى خارج العنبر اساس انه ما نحترق ونموت. طبعا انا شاكر لهم، صح الطريقه ما كانت مش ولا بد، ولكن الحمد لله رب العالمين ما زلت على قيد الحياه. وحطونا احنا تقريبا 86 نزيل، حطونا كلنا برا زبتاي وعلى مبطحين على بطننا كذي في ساحه الملاعب المقابله للعنبر. طبعا المكان هذا احترق خلاص، عنبر باكمله، مبنى باكمله احترق. ودونا عنبر مقابل، قعدونا داخل شوي ولا يجيبوا معاهم لسته، ودخلوا مره ثانيه كل واحد معاه رايفل يوجه عليك، الرايفل يوجه عليك الليزر اللي تشوفه يطق عينك. اي نعم. واحد طبعا هذول تقريبا 20 30 واحد كلهم لابسين الهلمت ولابسين ذا هول جير، معاهم الام اي ار 15 يوجه الليزر عليك. وواحد اثنين ثلاث معاهم كشوفات، الحين يبي يطلعون من ورا البلبله هذه، من ورا الزعزعه هذه، الحين تصفية الحسابات، نبي نشوف من رؤساء العصابات ومن رؤساء الزعامات الدينية الطوائف الدينية اللي وراء الموضوع هذا كله. ويقول لك شنو، اسمع انادي بالاسم، طبعا احنا كلنا كل واحد على سريره الحين احنا بالعنبر الجديد، انادي بالاسم توقف وتنام على الارض، تنبطح على الارض على بطنك فلان، يقوم وينبطح على الارض، طبعا كلهم الليزرات عليه. بعدين يجون يطيحون عليه بام بام، سجان ورا الاخر وكانهم يلعبون مصارعه، بام بام. بعدين يسحبونه ويتلونه تل، يطلعونه برا العنبر. اللي بعده فلان، يقوم وينام على بطنه ويجونه، طبعا الليزرات اجين، بام بام بام، ثلاث اربع سجانه عليه يسحبونه. وعلى هالحاله راحوا عنبر ولا عنبر، عنبر ورا عنبر، سحبوا من كل عنبر 15 20 شخص اللي هم اساس البلا. هذا اول موجه فيرست ويف، ودوهم جابوا الباصات ربطوهم وسموه emergency ترانسفير، نقل طوارئ، حطوه بالباص قالوا له اغراضك تجيبها لك بعدين اسبوعين ثلاثه شهر، مو مهم اغراضك اللي عندك الحين هني هذا بعدين يصير خير. ركبوه الباص وودوه اللي هني، الباص حرك ثمان ساعات مكان ثاني حطوه. وطبعا من انفرادي الى اخر، من انفرادي الى اخر، انت خلاص ما راح تطلع من الانفرادي لسنوات عديده. هذا فيرست ويف، سكند ويف جو مره ثانيه. الحين اول مره جاوا بالكشوفات، ثاني مره جاوا على اشكال، قال احنا شفنا الكاميرات واي احد تحرك من السرير ماله نبي ناخذه. وفعلا جاوا اسلحه وكلنا على اسره، يو كم هير يو يو، وعشوائيا وعلى حسب الكاميرا واحد ورا الثاني ياخذون، واحد ورا الثاني ياخذون، واحد ورا الثاني ياخذون،
ويطقونه يقيد 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 يسحبونه ويتلونه يقطونه برا باصات ثانية يركبونه من الباصات. بدت أو بدأ العصيان والشغب الساعة 4 صباحا واستمر يومين آخرين. يعني بدأ يوم الجمعة صباحا أتوقع كان يوم جمعة وما خلصنا إلا يوم الاثنين. ولكن المنتجع اللي أنا كنت فيه من 1600 نزيل بقينا ما بقى مننا إلا 300 شخص. ألقوا القبض على فوق 1200 1300 سجين ورحلوهم باص ورا الثاني باص ورا الثاني باص ورا الثاني. وهكذا هي الولايات المتحدة complete control over everything. لا تقول لي عصيان مدني ولا عصيان سجون ولا sit down ولا شغب. جم ويوم جم they came very 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 deep. أسلحة فتاكة ويومين ترى ولا شيء. يعني أنت قدرت تسيطر على شريحة من المجتمع مساجين أمريكا 2 مليون 2.4 مليون people مساجين أمريكا مليونين ونص يا الربع. السلطات سيطرت على مليونين ونص في يومين. أما الإعلام ما أتكلم عن الموضوع. أنا كنت تجيني الجرائد وكان عندي راديو وكانت تجيني المجلات تايم ماجازين نيوز ماجازين I used to get the Wall Street Journal USA Today. الإعلام الأمريكي لم يتكلم عن الموضوع إلا بعد عدة أسابيع وبشكل عابر وكأنه لم يكن. والسبب لا ما حصل عندنا هنا. أمور نفس هذه ما تحصل في الولايات المتحدة. الأمور هذه تحصل فقط في كوريا الشمالية فقط في تركيا فقط في دول العالم الثالث السلفادور والمكسيك. لا إحنا بنوكلهم عسل وبنوكلهم كيك وبنعطيهم بيبسي فور لانش. إحنا ما نشربهم ماء خليط ببراز القطط. لا إحنا العالم المتقدم. تعتيب إعلامي بالكامل. مقالة أو مقالتين قالوا بعد 3-4 أسابيع. أي على فكرة قبل 3-4 أسابيع كان فيه سجنين كان عندهم شغب ما ندري ليش. والطريف بالأمر يا الربع إن السجانة نفسهم يوم شموا خبر بالموضوع قبلها بأسبوع أسبوعين نزلوا نشرة وتعميم عام على جميع سجون ولايات أمريكا أن في يوم 9-9-2016 في يوم 9-9-2016 إدارات السجون كلها بأكملها سوف يقدمون البوفيهات المفتوحة من جميع أنواع الأطعمة ما لذ منها وطاب للمساجين. قالوا راح نجيب لكم بوفيهات وطب وتخير ايش الاكل اللي تبيه راح يكون موجود على البوفيه. ولكن ما نفعت خطتهم. المساجين طفح الكيل عندهم وقالوا خلاص خربانه خربانه. كان يقول لي انا مولود بالسجن. شرفها قلت له مولود بالسجن؟ قلت له حتى أنا. يقول لا لا أنا فعلا من موالين السجن. كان عمره 30 سنة. وقلت له فعلا موالين السجن؟ يقول إيه نعم أنا أمي مسجونة وأنا مولود في السجن.